قالوا عليا مجنونه. يعني اول رد فعل كان انت اكيد بتهزري، محدش يسيب اللي انت وصلتي له علشان يبتدي ياخد مغامره في مجال جديد، انت ما تعرفيش حاجه عن المجال ده، المجال ده مش سهل، مين اللي هيشغلك، ومش معناها ان انت عملتي مسلسل خلاص، وبعدين انت عملتي المسلسل ده علشان انت طلعتي حاجه قريبه، بكلم على اول مسلسل عملته يعني، عن مجالك، خلاص عملتي لنفسك فيه، نرجع بقى نبقى طبيعيين ونروح العيادة ونشوف حالنا كده وأكل عيشنا وبتاعه ونبطل جنان. إنما أنا قررت المرة دي إن أنا مش هسمع. بعد بقى ما شافوا آخر عمل ليا قالوا اعترفوا بقى، قالوا لي إيه ده أنت بتعرفي؟ قلت لهم مرسي أكمل بقى ولا إيه النظام؟ إيه لا خلاص كملي. هنتكلم أكتر عن أول خطوة أخدتيها وأول ورشة وأول مشهد مثلتيه وهنتفرج عليه، لكن هنروح فاصل ونرجع لكم تاني.